مساء الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الأربعاء الأجواء كانت مستقرة صافية ومشمسة، وأجواء كانت لطيفة ودافئة نسبيا، وبضل هالأجواء بإذن الله لليلة اليوم صافية ومعتدلة. أما كيف رح تسجل درجات الحرارة الليلة في العاصمة عمان؟ 10 درجات مئوية والملموسة 8 مع أجواء صافية ورطوبة 44% وسرعة الرياح 27 كيلومتر في الساعة. نسعد إياكم درجات الحرارة لنهار غدا الخميس، طبعا بتضلها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بإذن الله، طبعا مع أجواء دافئة نسبيا. إربد نهارا متسجل 21 مع غيوم متفرقة وليلا 11، وكل من المفرق جرش وعجلون درجات حرارة متقاربة بين 21 و 19 نهارا، وبتنزل بالليل ل 10 درجات مئوية، وإن شاء الله رح تكون الأجواء نهارا غالبا صافية مع غيوم متفرقة في سماء هاي المناطق. أما مناطق الوسط مع العاصمة عمان 18 نهارا 12 ليلا أجواء غالبا صافية، كل ما البلقاء الزرقاء مادبة درجات حرارة أيضا متقاربة بين 22 نهارا وبتنزل بالليل 9 درجات مئوية. البحر الميت أجواء لطيفة ودافئة نوعا ما 28 نهارا و17 درجة بتسجلها ليلا. الآن مع المناطق الجنوبية وكل ما الكرك الطفيلة وجبال الشره درجات حرارة متقاربة جدا بين 19 نهارا و18، أما ليلا بتنزل 10 درجات مئوية وأجواء بإذن الله غائمة جزئية. ومعان 23 نهارا 10 ليلا، والعقبة أجواء دافئة 28 نهارا 17 درجة ليلا مع أجواء غائمة جزئية بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى المناطق الشرقية، كل مرويشد الصفاوي والأزرق درجات حرارة بين 25 و23 نهارا، وبتنزل بالليل بإذن الله 10 درجات مئوية. متابعينا بدي أذكركم تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس، وأنا لهون بدي أذكركم أنكم تتابعوا تفاصيل نشراتنا القادمة بإذن الله. إلى هنا، إلى اللقاء. We'll be right back.